نواصل مشاهدينا الكرام الحديث عن الطاقة الكهربائية الجديدة، عن المحطة الجديدة ومتى سترى النور كما تحدثنا سابقا. تحدث الكثير من الضيوف في هذه الحلقة عنها، الآن سيتحدث عنها الأستاذ مجيب الشعبي مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في عدن. أستاذ مجيب مساء الخير وسنة سعيدة عليه. أهلا وسهلا بك أستاذ مجيب. طبعا نحن نتحدث عن المحطة الجديدة التي أتت بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، هل يمكن القول أن السنوات الصعبة التي مرت على محافظة عدن في الصيف ستنتهي هذا العام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك ولكل المستمعين والمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير واليمن بصحة بسلام وسعادة وتعافي. بالنسبة لمحطة فخامة الرئيس 264 ميجا أشرفت على انتهاء كمحطة توليد وجاهزة، والآن تلزم استكمال خطوط الأبراج وهي 27 برج وتبقى منها حوالي 3 أبراج، ومن ثم سيتم مد الخطوط الهوائية بعد خروجها من الميناء، كما انه سيبدا خلال هذا الاسبوع مد خط الكابلات الارضيه، وبهذا ستكون المحطه متى ستكون شهر مارس وابريل ان لم تكون هناك عوائق تعيق استكمال هذا المشروع. كيف سيكون الصيف في العام القادم استاذ مجيد؟ طبعا الصيف كيف يكون اذا دخلت المحطه سيتحسن الوضع نوعا ما، لن تحل المشكله جذريا ولكن ستحل جزء كبير من هذه المشكله، والتحدي الكبير ايضا للحكومه هو توفير الوقود لهذه المحطات. ما هو الوقود المستخدم في هذه المحطه استاذ مجيب بالحديث عن الوقود؟ الوقود المستخدم في المحطه هو الوقود الخام والغاز، ولكن في المرحله الاولى يستخدم وقود النفط الخام لعدم توفر منظومه الغاز. المشاكل السابقة التي كانت تتحدث عن الديزل، تتحدث عن عدم وجود وقود مثلا، عن عدم وجود أيضا قطع غيار، هل هذه المحطة جديدة طبعا هذه لن تحتاج إلى قطع غيار في الوقت الحاضر، لكن ماذا عن الوقود مثلا؟ هل سيتم توفيرهم بحيث لا يتم الحديث مثلا بين فترة وأخرى عن الوقود مثلا؟ هل هناك من حلول لهذا الموضوع؟ الوقود هو التحدي الكبير للحكومة، الوقود المستخدم في المحطات الأخرى وقود الديزل والمازوت، وهذا مكلف جدا وهذا ما نعاني منه وتعاني منه الحكومة دائما. نتمنى أن تتدخل الأشقاء في التحالف العربي لتوفير وقود أقل شيء لمدة عام لمساندة ومساعدة الحكومة حتى يتعافى الاقتصاد الوطني وتبدأ الحكومة أن تعمل حلول أخرى لهذه المحطات. نتمنى ذلك. ماذا عن الإجراءات الأخرى أستاذ مجيب مثلا، عن الربط العشوائي للكهرباء مثلا، هل هناك مثلا من حلول تمضون بها بالتوازي مع إنشاء هذه المحطة الجديدة؟ طبعا الربط العشوائي انتشر بشكل مستغلين الوضع اللي تعيشه هذه المدينة، لكن احنا في المؤسسة العامة للكهرباء نقوم بحملات مع وجود الحكومة والاتفاق التي حصل بين الشرعية والانتقال يكون شيء مساعد ومساند لنا مع الجهات الأمنية، ونقوم بشبكات العشوائي وربط المتخربين والمتلاعبين في هذا الجانب. طبعا أستاذ مجيب مثلا نحن نعرف أن الشركة المشرفة على هذه المشروع هذا المشروع هي شركة بترو مسيرة، كيف يتم عمل هذا المشروع؟ هل يتم عمله وإنجازه حسب الخطة المعدة مثلا مسبقا؟ عايز السؤال؟ الشركة المشرفة على المشروع هي شركة بترو مسيلة المحلية، هل هناك مثلا من إشراف من قبل وزارة الكهرباء؟ هل تمضي الخطة المعدة مسبقا كما تم التخطيط له؟ شركة بترو مسيلة شركة وطنية معروفة وقامت بالتنفيذ والإجراء على هذا المشروع بشكل مباشر وبشكل منظم، والأعمال موجودة على حيز الواقع وفي وقت قياسي.
الاعضاء ودخلوا في هذه المنظومه. طبعا مستر البتروسي لم يكلفها من قبل خاصه الجمهور، لانها حظيت يعني بثقه رئاسه الجمهوريه، وبالتالي هي نفذت وشرفت على هذا المشروع، وان في الاخير سوف تقوم بتسليمه للمؤسسه العامه للكهرباء كون المالك لهذا المشروع. نتمنى التوفيق والنجاح، ونتمنى لهذا المشروع ان يرى النور باسرع وقت. ما هي الرساله التي توجهونها انتم في الاداره العامه للكهرباء في عدن للمواطنين استاذ مجيب؟ نوجه الرسالة أولا لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، نقول له شكرا جزيلا على اهتمامه بقطاع الكهرباء وعلى هذه المحطة. نتمنى سرعة تكذيب بتروسي بالمرحلة الثانية، حتى نستطيع نقول أنه هناك محطة استراتيجية 500 ميجا وات في عدن، يعتبر المشروع الأكبر على مستوى الجمهورية في حالة دخلت المرحلة الثانية. والرسالة الأخرى للأخوة المواطنين، عليهم ان يكفوا بالعبث بمكونات الشبكه الكهربائيه، كونهم هم المستفيدين وهم المتضررين من هذه الشبكات، وبالتالي تزيد مستحقات المؤسسه العامه للكهرباء حتى الايفاء بالتزاماتها اتجاه الغير. ال 500 ميجا استاذ مجيب، هل هي كافيه لمحافظه عدن ام انها ستغطي محافظات اخرى مجاوره لعدن كابين ومحافظه لحم الضالع؟ لم تكن كافية لمحافظة عدن، ولكن بحسب ما هو مخطط كانت المرحلة الأولى 500 ميجا وات، وهي بدأت المرحلة من 264 ميجا. 264 ميجا بحسب ما هو مخطط كان لها مقبل رئاسة الجمهورية، ونتمنى بعدين في مرحلة ثانية بعد استكمال المرحلة الأولى نطلب في المرحلة الثانية أيضا إضافة محطات أخرى بناء على المؤشرات الأحمال التي تكون عليها حين استكمال المحطة 500 ميجا. القدرة التوليدية للمحطة الكهربائية الحالية اللي تعتبر قديمة كم هي؟ المتواجدة حاليا. كيف أخي العزيز؟ الطاقة التوليدية للكهرباء المتواجدة حاليا في عدن كم هي؟ محطة الحسوة في أحسن حوالي 50 ميجا وات، محطة المنصورة التو هي القدرة الاسمية 64 ميجا، ولكن الان تعطي 14 ميجا نظرا لعدم توفر قطاع الغيار، ومحطة خور مكسر 10 ميجا ايضا واقفة نظرا لعدم توفر قطاع الغيار، بقية المحطات شراء طاقة 175 ميجا وات.